طلابنا بلا حقائب. كثرت الدراسات والتحذيرات حول ثقل الحقيبة المدرسية وأثرها على صحة أبنائنا الطلاب، لا سيما أبناؤنا من طلاب المرحلة الابتدائية، فنراهم يحملون حقائبهم الثقيلة لمسافات طويلة، وفي كثير من الأحيان يكون وزنها متجاوزا للحد الموصى به طبيا. ومن هذا المنطلق بادر الأستاذ مطلق الحربي بتطبيق هذا المشروع بمدرسة رافع بن خديج الابتدائية، وذلك للوقوف على الإيجابيات والسلبيات لهذا المشروع. منذ فترة والفكرة تدور في ذهني، وذلك لما أراه من معاناة الطلاب اليومية مع الحقائب المدرسية الثقيلة، كذلك بسبب ظاهرة نسيان الطلاب للكتب، وقد تكون بشكل يومي عند بعض الطلاب، وهذه تؤثر على تحصيل الطلاب دراسيا. ثم بعد ذلك وقع الاختيار على طلاب الصف الخامس ألف لتطبيق هذا المشروع، وقمنا بعمل دولاب وأدراج مخصصة لكل طالب، وقمنا بتسليم كل طالب مفتاح خاص له، وكذلك احتفظت الإدارة بنسخة مخصصة لها. كذلك سلمنا الطلاب نسخة من الكتب أخرى بحيث يحتفظون بها في المنزل، وتبقى النسخة السابقة معهم في الفصل. الفكرة جميلة جدا، وطبقناها لنا أكثر من شهر ونصف في مدرستنا. إيجابياتها كثيرة حقيقة، استفاد منها الطالب من الناحية الصحية وكذلك الناحية العلمية، حيث أن الطالب الآن أصبح لا يحضر حقيبة معه للمدرسة. أيضا من الناحية العلمية أصبح الطالب لا ينسى كتبه، أصبح الكتب معه في الفصل، وأيضا معه كتب أخرى في المدرسة في المنزل. من وجهة نظري صراحة أن البرنامج رائع جدا، أتمنى تطبيقه في جميع مدارس التعليم العام والخاص. الحين باي باي شنطة معي، مفتاحي وكل شيء بدلي. قبل أنا لا تأخر علي أبوي أروح لما البيت وظهري يصير يوجعني وكذا، الحين لا ما معي إلا هذا، وصرت ما أنسى الكتب وصرت دائما أحل الواجب وساعدنا أكثر. الحمد لله عجبتني الفكرة، أول كنت أتأخر وأنا أرتب دروسي، والحمد لله الحين ما أتأخر، أول الواجبات ماشي الهمها عشانها يعني بالأوراق وكذا، وإذا بغيت أراجع عندي كتب ثانية. على فكرة إنه المشروع، يعني أنا أشكر هذا الشخص اللي سواه من البداية، يعني الصراحة نفع بكثير. يعني أول كنت أنسى كتب ودفاتر وكذا وأشياء كثيرة، الحين خلاص كل شيء في مكانه وعلى طول، أول ما قبل لا يدخل الأستاذ كل شيء يكون في درجي، وإذا احتجت شيء أطلع على طول. عجبني بهذه المشروع إني ما بديت أنسى كتبي، والواجبات بأوراق، وترتيب دروس ما صرت أشيل همه. المشروع عجبني كثير، والفصل كله مرتاح، ما نرتب الجداول ولا نسوي شيء. واقع الفكرة جميل، أتمنى من إدارة التعليم أن تدرس مثل هذه الأفكار وتحاول تطبيقها في المدارس الأخرى نظرا للاستفادة الكبيرة التي شاهدناها في مدرستنا.